بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. يوم قام الحسين يرشد قوما من بني حرب ليس فيهم رشيد، خاف أن ينقضوا بناء رسول الله في الدين وهو غض جديد. ولقد كذبته أبناء حرب مثلما كذب المسيح اليهود، فدعا آله الكرام إلى الحرب فهبوا كما تهب الأسود. لم يهابوا جمع العدا يوم صالوا، وإن استنزروا وقل العديد كم ينابيع من دم فجروها، فارتوى عاطش وأورق عود. لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي وقود، عقدوا بينها وبين المنايا ودعوها هنا توفل عقود. ملأوا بالعدا جهنم حتى قنات ما تقول هل لي مزيد، لو أرادوا محو الوجود محو حيث فيهم قد استقام الوجود. علويون والشجاعة فيهم ورثتها آباؤهم، والجدود صال شبه الصاجعة الحين التخور، صاحبيهم يلعد يا أهل الغدر أنا بن حام الحمى فارس بدور، والزرد علقوم جاسم ضيقة ضيق عليها الزرد من صارمة، كفو خلى الخيل تسبح بالدمة، الروس شرقها وجثثها مخدمة، وغدت تحت خيولها مسحقة، الجثث سحقها وروس لها شرق، ومن راحت تفر ماخذها الرهق، تظن طير الموت حل بيها وخفق. قروم ما توقف السيف تعانقه، أبد ما تقدر تقف دون الفحل، ولعبيهم ما لعب حين الحمل، والقلب تقطع شراك النعيلة.
وهي شدة يصول على البقاء وهي شدة ويرد الرادت يذكر عدا حرب جدة حملته يا ولي لن نجد ضربة الأزد الهامت آه وسبح جاسم آه من دم مفرقة سبح جاسم بالدماء يا ونادى يا عايم من سمع صوت النفيل دمعا سجايا لفا وشاف مخذم وراسا جسم صاح لكن دمع دايم مدفقا صاح يا جاسم وعد راسك قعد والقلب ينحب قلبا مراد يا ابن اخوي العرس شائل من بعد وهامتك من سيف الازد مشرقا آه يا شمام تلبي هالقلب يرتاح يا ماي الحياة اللي تبايا يا يد وراح هلاه لزفتك صارت لطيوم وصياح وفرح عرسك حزن ومياتم يبدال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم اهتم الإسلام بمؤسسة الزواج لأن أصل المجتمع الأسرة مجموعة أسر تكون المجتمع وأصل الأسرة الزوجان فالقاعدة التي يعتمد عليها المجتمع الزوجان فإذا كونوا أسرة يجون الزوجان ثم يصيرون عندهم أطفال فكونون أسرة فكإذا كانت الأسرة سعيدة كان المجتمع سعيد والعكس بالعكس ولذلك القرآن الكريم يؤكد على الاهتمام بأمر الزواج وأنكحوا الأيامى منكم أيامى جمع أيم أيم في اللغة يعني الإنسان الأعزب رجل أو امرأة ماكو فرق ومو بس بالنسبة إلى الأحرار وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم سبحان الله لازم يهتمون حتى بالموالي حتى بالمماليك حتى بالجواري يقول لك هذول على كل حال وإن كانوا مملوكين ذاك الوقت اللي كانت أكو قضية جواري وشي فحتى إذا ذول عبيد وجواري يعني مثل ما يحتاجون إلى الأكل والشرب والاستراحة عندهم غريزة جنسية أيضا فلازم تفكرون بيهم ولازم تقومون بشؤونهم ما يصير تقطعون نسلهم ذولا يتخلوهم في حالة غير طبيعية تحت وطأة الغريزة الجنسية شوف الكلمة اللي استعملها القرآن ما قال عبيدكم والصالحين من عبادكم هذول اللي يقولون انت ليش تسمي عبد الحسين وتسمي عبد الكاظم والى اخره
وليش انت تقول عبدك وابن عبدك وابن امتك جاءك مستجيرا بذمتك قاصدا الى حرمك الى اخر؟ ليش؟ عبودية لله بس، على راسي معنى عبودية لله. من يقول له؟ لكنه يقول له واني لعبد الضيف ما دام نازلا. يعني لما هذا يقول انا عبد الضيف يعني الصدق عبده، يعني خادم، يعني اخدمك. وهكذا احنا بالنسبة الى الائمة صلوات الله عليهم، قال ذلك ذاك ابو نواس قلت لا استطيع مدح امام كان جبريل خادما لابيه. انا منو بعد؟ اذا جبرائيل خادم للأئمة، إذا الملائكة تخدم الأئمة، إذا الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم يعني شنو؟ اخضعوا اخدموه. وهكذا أفضل أبناء آدم محمد وآل محمد. فإحنا ما نقول احنا عبيد ادم يعني نعبدهم، نستجير بالله. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه سيد اهل البيت يقول في مناجاته: الهي كفاني عزا ان تكون لي ربا، وكفاني فخرا ان اكون لك عبدا، انت كما احب فاجعلني كما تحب. الله تعالى يخاطب في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده، عبده ما قال حبيبه، ما قال خليله، ما قال نجيبه، ما قال هذا الشخص الذي أشرف الخلق أجمعين. سبحان الذي أسرى بعبده. أنت بالشهادة شو تقول؟ تشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتخاطب الإمام: أشهد أنك عبدت الله حق عبادته. نعوذ بالله، احنا ما نقول بأنه نعبد أهل البيت. شفت في المدينة المنورة من البقيع، السنة بربيع كنت هناك، جيت أرد أصعد للبقيع، شفت مخبوصين جماعة جنود وذول بعض المطاوعة مالتهم شنو، وفت شيخ كبير، شيخ معمم وذو جسدهم محترم، ويا جماعة من الإيرانيين، وذول يمنعوهم ما يخلوهم يدخلوا. على كل حال بعدين صعد فوق وعاند وصعد فوق، وجماعة صعدوا فوق ليردون ياخذوا، تعال. فعلى كل حال بعدين الله تعالى كشف ما به. المهم شفته في قوم، قلت له شيخ قضيتك شنو انت؟ يعني هناك ما صار اسألك. قال ان كنا قاعدين تحت، تعرف النساء ما يخلوهن يصعدن فوق، يظهر انه نساء اكو ايرانيات قاعد يزورون، وهذول هم البعض الله يغفر لهم من الف الزياره الى يائه. هسا هو اذن الدخول تاخذ عليه من ادخل يا الله؟ انت وين تحت ادخل؟ انت اذا وصلت هناك للباب تريد تدخل اقول ادخل يا الله، يقراها كلها. على كل سامنا شغلها، اصل الزياره كن يقراها زين. فهو ما قال شنو، قال كنا نزور هنا، اجى هذا واحد يقول قوموا منا. ليش نقوم منا؟ قال قوموا منا. قلت له ذولاك الاتراك شوفوا هناك قاعد يصيحون ومخلين سماعه ما تروح ليهم تجي لينا. قال ذولاك مسلمين وانتم مشركين. انا ظليت افكر ليش عود مشركين شنو حس؟ بس راجعت الزياره، من راجعت الزياره عبدكما وابن عبديكما، يا المشكله ذن الزيارات عمي، كون ذول المسؤولين يسوون في الزيارات اللي تتفق ويا عقليه ذول، لان مشكله هذا لو جبرائيل يجي حاجي ما يفيدوا يا ما عندهم فرد عقليه اللي تفهم تتفاهموا يا تتفاهموا يا لا، يحفظ له كلمتين يقولوا له فرشي ويمشي عليه. هذا اللي جاي أشهد أن لا إله إلا الله ويرد يزور ويحج، إذا هذا مشرك جاي شي يسوي هنا؟ لكن يا من تحجي
على كل حال ويسمي عبد الحسين ويسمي فلان، قال ها شرك هذا، العبودية مثل الأصنام اللي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ذاك وين يعبد الصنم، هذا وين يعبد الله وحده لا شريك له وقاعد يصلي ومؤمن، وبعدين احنا عبيد وخدمه. شوف القرآن الكريم ايش قاعد يقول، انتم ما عندكم، ما عندكم عبيد الملوك، عبيد الأمراء، عبيد ما سموهم عبيد، شو سموهم، سادة، رؤساء سموهم، ما أدري، إن شاء الله حقوق الإنسان عندكم مهمة كلش. على كل حال في القرآن قاعد يقول وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم، ما يقول من عبيدكم، من عبادكم قاعد يقول. فإذا كلمة عبادة أم صحيحة، يعني المراد العبيد. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، عبدا مملوك يعني يعبد المالك، مو يعبد المالك. على كل حال الله يهدي الجميع. إذن بالنسبة إلى الزواج، الإسلام يؤكد، الأحاديث الشريفة تؤكد على مشروع الزواج، مؤسسة الزواج. أولا مثل ما ذكرنا في المجلس السابق أنه شيء طبيعي فطري، الله تعالى يريد نسل يبقى، فخلى الرجل والمرأة ذكر وأنثى وترابط بيناتهم وتجاذب بيناتهم أكو، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، سكون نفسي يصير، أنت تسكن إليها وهي تسكن إليك، كل واحد بروحه نايم، كل واحد بروحه قاعد، ما تصير جاذبية وسكون، هدوء نفسي هدوء أعصاب ما يصير عندهم، لازم اثنيناتهم يجتمعوا زين. فهذه وحدة. بالإضافة إلى هاي، أصلا المجتمع بحاجة، يعني لما بشر إنسان مثل ما يحتاج إلى أكل، يحتاج إلى شرب، يحتاج إلى نوم، يحتاج إلى ملابس، يحتاج إلى مسكن، ضروريات الحياة، هذا هم فت حاجة بدنية، لأنه الغريزة الجنسية حاجة بدنية، حاجة جسم الإنسان، لازم الإنسان يستجيب لها بالحدود الشرعية، لأن الإسلام ما يمنع الإنسان من أن يستفيد من غرائزه، الإسلام ما يمنع الغرائز، الإسلام ينظم الغرائز، تنظيم ينظم، هذا حلال هذا حرام، هذا الحلال استفيد من عنده، طيب طاهر، وذاك الحرام اجتنب. على كل حال فشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصراحة يصيح النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليش هالتأكيد هذا؟ أكو بعض ناس ترى شنوع من البساطة عندهم، كأنه يقول لك النبي يأكل ما يخالف، ينام ما يشرب ما يقعد ببيت ما يلبس هدوم ما، لكن يتزوج ما يناسب، ما يناسب يتزوج ما يناسب، كأنه مشاعر بذهنه أنه كأنه الحركة الجنسية والغريزة الجنسية عيب على النبي أو عيب على، لا لأن الله تعالى خلق الأنبياء كل احنا أولاد منه، أولاد آدم، آدم نبي، آدم وحواء زين، الله سبحانه وتعالى خلق الناس من أبوين، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والله تعالى جعل للأنبياء ذرية وجعل لهم زوجات وجعل طبيعيين، يعني طبيعي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ما عدا كم واحد منهم عيسى ومنهم يحيى عليهم السلام ظروفهم خاصة كانت اللي ما تزوجوا، وإلا بقية الأنبياء كلهم، نوح عليه السلام وجعلنا ذريته من الباقين، ذرية ذول البقية كلهم ذول من ذريته، وبعدين آدم وذرية الأنبياء من بني إسرائيل وإلى آخره، وإسماعيل عليه السلام ونبينا، هذا شيء طبيعي. فالإسلام يؤكد على هذا المعنى، فحاجة إنسانية. ثم الإنسان أعصابه ما تهدأ إذا عنده حاجة غريزية ملحة. ليش وارد في الحديث الشريف ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من 70 ركعة، مو أفضل من 5، مو أفضل من 10، أفضل من 70 ركعة يصليها الأعزب، لأنه هذا مثل الإنسان الجوعان الذي مثلا غريزته متحركة وما يقدر يتوجه
بينما الإنسان شبعان ومرتاح وأعصابه هادئة، كذلك الغريزة الجنسية، فأعصابه هادئة يصير عنده توجه للصلاة، توجه لله تعالى، بينما أعصابه متوترة ما راح توجه يصير عنده اضطراب وقلق جسمي ونفسي وإلى آخره. فكل ما يتوجه إلى الله تعالى ثوابه يكون أكثر، لأنه الصلاة والعبادة تحتاج إلى توجه. زين، أكد النبي على هذا المعنى. هل اكتفى النبي بالنصيحة والترغيب والتشويق والتشجيع على الزواج؟ هذا هو يولا العقبات اللي يرتطم بها الزواج وخرها. طبعا الإسلام دين الحقيقة، وإذا قال شيء يمهد السبيل، يمهد الطريق، وإلا يقول يا أبا أنت أكل لكن ماكو أكل، فايدة شنو؟ لهذا أكو بعض الأشياء اللي يرتطم عقبات يرتطم بها الزواج وخرها الإسلام، مذللها العقبات. واحدة من عندهن المهور الغالية. يصيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بركة المرأة، من بركة المرأة قلة مهرها وصباحة وجهها، ومن شؤم المرأة غلاء مهرها. سيدة نساء العالمين الزهراء سلام الله عليها زوجها من الإمام أمير المؤمنين 500 درهم، ما قدر النبي هو سأقول علي بن أبي طالب ما عنده شيء ذاك الوقت، لكن ما قدر هو يمونها مثل ما البعض مونه. عثمان بن عفان زوج ابنته من مروان بن الحكم، ومن بيت المال دفع له 100,000 وبنى له بيت على قلب رسول الله في المدينة. يستاهل مروان، خدماته هواية للإسلام. مصعب بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير تزوج امرأة فدفع لها مهرا 100,000. هي قضية مو قضية فلوس، يعني لازم يعاينون إلى المجتمع، من اللي يقدر من اللي ما يقدر. الإسلام يقبل بالمهر، مسمى مهر درهم، درهمين. ماكو عنده فد هدية فد شيء، ماكو عنده تعليم سورة من القرآن، تعليم سورة من القرآن، يتفقون الربع وفيما إلا. المهم أنه لابد للطرفين، هم الزوج هم الزوجة هم المرأة هم الرجل، أن يجتمع على بركة الله. فهالصعوبات هذه كلها تسبب أنه الطرفين يبقون بعيدين عن اللقاء الشرعي، وهاي المشكلة. صاحب كنز العرفان لمقداد السوري رحمة الله عليه، أحد علمائنا، هذا الكتاب بشرح فقهي لآيات الأحكام، كأنه في القرآن حوالي 500 آية، أكو آيات الأحكام يسموها آيات فقهية، يعني أحكام شرعية. فأكو بعض الكتب مثل قلائد الدرر، مثل هذا كنز العرفان، فهناك شفت أكو رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني أخي جبرائيل أن البنات كالثمر، يعني على الشجر، فإذا أدرك الثمر ولم يقطف فسد، وإذا بلغت البنت ولم تزوج فسدت. شايف انت الثمر اذا بقى مدة رايج بعدين يبس بعدين يخرب بعدين يجيف، يقول هالشكل يعني، او وقت الزواج فد وقت محدود، لما تكبر المرأة صعب عليها بعد، لانه هذا في حالة اللي تستجيب للحامل، تستجيب للرضاع، تستجيب لتربية الطفل الى خلق. إذا كبرت صعب عليها بعد يكون القيام بهذه الأمور. الساد تفسد، قد يكون الفساد يعني فساد أخلاقي نعوذ بالله، الله يستر على الجميع، وقد يكون يعني فساد روحي، يعني تنكسر روحيا واجتماعيا، و
تكون في حالة شبه مرضية كما تحصل في عند البعض. أصلا بعض النساء قد يكون سامعين، بعض النساء أصلا بعض كلش يتخربطا في حالة العادة الشهرية. ليش؟ كلش حالتهم كلش تتخربط، لأنه هذا بدنها مستعد للطفل للإنجاب، فأحسن دواء لها الزواج والإنجاب. كما أن البعض مزوجيهن صارت زينة كوشي ما بي. على كل حال، الله سبحانه وتعالى أمر النبي أن يذلل الصعوبات، هذا أول عقبة. ثاني عقبة المهور الغالية، لا تغلو، كان يصيح النبي لا تغلو في مهور النساء. ثاني عقبة، عقبة الاجتماعية طبقية، أنه هذا من فلان بيت وذيك من فلان بيت، ما يناسب أن فلان يأخذ هذه لأن هذه أقل من عندنا. هسا يو اعتبارات اجتماعية، يو عرفيات، يو خياليات، يو أحيانا الإنسان هو يخلق النفس خيال، هو يخلق النفس أحيانا، وهذه من الصعوبات بمكان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. شوفوا، إذا جاءكم من ترضون خلقه، مو دين بس، ولو كان الخلق من الدين، إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق. لبعض الناس ما يرون الخلق من الدين، يقول مستحب، أخلاقك زينة، معاشرتك زينة ويا زوجتك مو واجب، بس صلاتك واجبة. لا، هذا يصلي ركعتين مو كافي، يصوم مو كافي، لأن هاي المرة تريد عاشرة، تريد تعيش وياه، فلازم أخلاق أصير أخلاق طيبة. وعاشروهن، القرآن يقول بالمعروف. بعض الفقهاء يقول إذا ثبت أنه الرجل معاشرته مو زينة مع المرأة زين، يتدخل الحاكم الشرعي، يتدخل إذا هي المرأة رفعت شأن أمرها إلى الحاكم الشرعي يطلقها، حتى لو هو الطلاق بيد من أخذ بالساق يقدر يطلقها. ليش؟ لأنه حقوقها هذه لازم تحفظ حقوقها. وزوج، فزوج زينب بن جحش بنت عمته، بنت عبد المطلب، زوجها من زيد بن حارثة، عبد مملوك كان متبنى للنبي، هذه الشخصية هذه. وزوج ضباعة هم بنت عمته الثانية من المقداد، مقدادة ما عنده شيء، لتتضع المناكح كما في الرواية. يقولوا له: يا رسول الله، ممن نزوجهن؟ قال: من الأكفاء. قال: ومن الأكفاء؟ قال: من ترضون خلقه ودينه فزوجوا. يقول النبي: المسلم كفء المسلمة والمؤمن كفء المؤمنة. الشرط الأول هذا، رجل مؤمن طيب. ثم في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى سهل الأمور للناس، مثل ما رفع العقبات على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكو شروط للمرأة، صفات للمرأة، وأكو صفات للرجل مذكورة في كتب الفقه، وأحيانا سامعين بها، أنه أهم شيء موضوع العفة، أهم شيء موضوع الدين، موضوع الحياء. لأنه الرجل إذا يتزوج لوحده ما عندها دين، ضعيفة الدين، معناه شرف عرضه في خطر، لأن هذه نعوذ بالله إذا انحرفت معناه ينسحب الموضوع عليه، من العيب ينسحب والعار ينسحب على الرجل. وكذلك إذا الرجل فاسق، إذا الرجل شارب الخمر، كذلك يكون واحد لا يتزوجه، لأنه بته بدموع عينه مربيها، يكون يسلمها في المكان اللي تنحفظ، وحصينة تكون هناك ومحصنة ومحفوظة ومحترمة، يطيها يسلمها بيد فاسق ما عنده غيرة، ما عنده شهامة، ما عنده حمية، قد يدخل عليها أصدقائه، قد يكشفها، قد يقوم بعض الأعمال غير المناسبة. ولذلك وارد في الحديث الشريف: من شرب الخمر بعدما حرمها الله فليس بأهل أن يزوج إذا خطب. لأن مو بس أخلاقيا، لا يأثر الكحول، مادة الكحول تأثر حتى على المادة المنوية، تأثر على الأطفال، قد يطلعون نواقص.
من زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمها، يعني ذبها، يعني يقول بعد ما لي شغل عندك. سأذكر لك قضية، بعض الإخوة المؤمنين جاب لي من الانترنت فد صفحة، طبعا هذه فيها فائدة لما نذكرها. في واحدة من أغرب القضايا التي تشهدها مدينة الإسكندرية الساحلية في مصر، قام مهندس بتصوير ليلة دخلته على زوجته الشابة على شريط فيديو، وباع مئات النسخ من الشريط بمئة جنيه مصري للنسخة الواحدة. شقد ما يستحي هذا، يعني شقد فاسق فاجر أنه عمليات الجنسية وكذا بينه وبين زوجته، وتعرف بعد الإنسان في المخدع بينه وبين زوجته هذا مسجله كله مصوره، وبعدين ما يخلي إله وإنما يبيع للناس، يعني الناس كلها تعاين زوجته وتعاين العملية الجنسية وتعاين الكذا إلى آخره. شوف وراها شنو صارت، منين عرفت الحكومة هذه؟ بدأت خيوط هذه القصة الغريبة تتكشف عندما فوجئ جمال غباشي رئيس نيابة الإسكندرية بزوجة تقتحم مكتبه في حالة انهيار وهستيريا لتبلغه بأن زوجها عراها أمام الناس. قال شلون عراها؟ تبين أنها متزوجة منذ شهر بمهندس، مهندسة مو تقول إنسان فقير، وأثناء توجهها لشراء بعض احتياجات المنزل من سوبر ماركت بالمنطقة، اسمع، فوجئت بشخص يقوم بوضع يده على مكان حساس بجسمها، فنهرته وصفعته وهددته. بيش هددته؟ بإخبار زوجها، عود زوجها قليط راح يدافع عن شرفها مو؟ فكانت إجابته التي وقعت عليها كالصاعقة بأن زوجها صورها فيديو ليلة الدخلة وباع لهم الشريط. اجت اشتكت، راحت الشرطة إلى بيه، وبتفتيش شقة الزوجية لمعرفة المباحث عثر على كاميرا فيديو، وبداخلها الشريط المصور للزوجة وأكثر من 223 شريطا جنسيا، معظمها قام الزوج بتصويرها لنفسه مع عدد من الفتيات ونسخ من شريط زوجته. ألقي القبض على الزوج وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيق. شنو من بشر دول؟ يعني لا عنده كرامة، لا عنده غيرة، لا عنده حمية، على حساب فلوس يعرى زوجته قدام الناس في أحلك المواطن. قال للإمام الحسن واحد: يا ابن رسول الله، عندي بنت، لمن أزوجها؟ قال: زوجها رجل مؤمن متقي، فإن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها، لأن يخاف من الله تعالى فما يظلمها، يحافظ عليها على كل حال. شوف شرف الناس، واحد راد يطلق زوجته، قال له واحد: ليش طلقها؟ ما تقول لي السبب شنو؟ قال له بعدين، يعني هذا شيء خاص، أنا ما أرد أفضح زوجتي. من طلقها إجي لي قال له: زين إساقه مو زوجتك، قل لي. قال له: هسام ما أقول لك، لأن هسام طلعت من حبالتي وصارت زوجة الغير مثلا، أو ظلت وحدي، فما من حقي أن أفضحها، أنا ما من حقي أن أقول عنها شيء. شوف هذا الإنسان الشريف هكذا يكون. على كل حال، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نهتم بهذا الموضوع على لسان القرآن وعلى لسان الرسول والأئمة صلوات الله عليهم، وهذه مشكلة يا إخوان لازم كل احنا نفكر بيها ونضع حلول من أجلها، لأنه هذه مشكلة موجودة على كل حال، وكثير من الناس يعانون منها، لكنه الحاجة أم الاختراع، يعني هو المجتمع بنفسه يكون يخلي له حلول لهذا الموضوع. مثل إيش؟ أنا شفت واحد من المؤمنين كان اللي عنده بنت، طبعا خصوصا موضوع الهجرة والسفر وأشياء اللي يصير
علاقات تتقطع ومشكلة، هو من قاعد ببلده مثلا منزلته الاجتماعية محفوظة وجون له وإلى آخره، لكنه لما يروح منا منانا ويتهجول ويهاجر ويهجروا مشكلة هناك بعد أن يحصل الشخص الذي 100% يلوق له أو يريده. فلازم نوع من التساهل يصير، نوع من التسامح يصير. الرجل هم لا يكون يخلي شروط كلش صعبة، ها كل الشروط تعجيزية، هو ما نازل من السماء حتى يريد له واحدة نازلة من السماء. على كل حال هذا شبه مكتب عنده، الرجال يجي الرجل يجي يقول له أنا أريد هيك زوجة، مواصفاتها كذا، عمرها كذا، ثقافتها كذا، شكلها كذا إلى آخره، سجل ويأخذ العنوان ورقم تليفون إلى آخره. هذا اللي عنده خوات عنده بنات عنده شيء يقول يا بهذا هم يجي يسجل، لأنه وين يرحون منو يعرف أنه هذا عنده وما عنده أحد. مو كل الناس هم عندهم عمات وخالات وخوات وأمهات حتى يرحن يدورا بالمجالس ويشوفا وين أكو واحدة اللي تلوق. فهذا حل، فيقول اشوف ذيك هم اخذ عنوانها واخذ ترتيبها وعمرها وشكلها وكل هذا، اقول يا ياهو اللي يتوالم وياها هاي الشروط اللي تجتمع ويا هذا بينها، فنجمعهم بيناته ونقرا صيغه العقد المؤقت مال ساعه على حساب ذول، واحد يريد يحكي ويا الثاني، واحد يريد يشوف الثاني زين، فواحد يريد يتعرف على الثاني ويريدون يعيشون واحد ويا الثاني بهالساعة هذه، وخليهم بالغرفة والباب مفتوحة وإحنا قاعدين هنا. يقول واحد سمعته كان بالمرة بالإذاعة العفو بالتلفزيون طالع من الأخيار من طهران هم عنده مشروع، يقول وأنا أروح أصلي لركعتين أطلب من الله تعالى إذا أكو مصلحة بزواج هذين أن يجعل حب كل واحد منهما في قلب الثاني حتى يجتمع أمر. بعدين هالصعوبات اللي بالنسبة إلى الزواج وشيء أغلبهم مو كلهم عندهم، لكنه بعض ما عندهم ويقعون بمشكلة الديون. هالمرة عيشته أصلاً ما تصير سعيدة، لأن يظل يشتغل ويدفع الديون ويابي شنو على حساب مثلاً بعض الأشياء الاعتبارية. هو اللي كان هالأيام خوش موديل جديد طالع وهو الزواج الجماعي. الزواج الجماعي كلهم يقعدون لهم حفلة واحدة وبما إلا، وجزا الله خيرا القائمين بهذا العمل في كل مكان. بس أنا معروف في إمداد الإمام يسموه، يعني فد مؤسسة خاصة أكو المساعدات من جملة المساعدات باسم الإمام الخميني رضوان الله عليه، هالعمل يقومون به يطول بالتلفزيون كل سنة آلاف الذي يزوجوهم ويهيئوا لهم مكان ويهيئوا لهم أوليات الحياة الزوجية، وعلى بركة الله خلي يعيشون. بعد من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الثاني. فده واحد لطيف كان يقول أنا أتزوج اثنين لأنه أحرز نصف دينه، فإذا اثنين صارت نصين صار كامل. هو ما يدري قد يكون دينه كله يطير لأنه مشاكل تحدث، فبعد دينه هم يبقى نص دينه هم يبقى. نسأل الله حسن العاقبة. وشوفوا يا إخوان حتى وهذه هم بالنسبة للرجال وهم بالنسبة للنساء هم بالنسبة للبنات هم بالنسبة للأولاد خصوصا البنات. الله يذكره بالخير الدكتور حاتم الكعبي كان عندنا أستاذ علم الاجتماع في كلية الفقه بالنجف، قال أنا كنت أدرس بشيكاغو جامعة شيكاغو هناك تخرج ومناك كان يدرس، كان يروح طبعا لأن أكو أحياناً بعض الأمراض النفسية بعض الأشياء يدرسوها. جينا إلى وحدة مضطربة العقل والفكر فيأخذون معلومات عن حياتها، يسألون أهلها يسألون قرايبها يسألون صديقاتها. أثاري طلعت هذه امرأة خيالية. شلون طلعت هذه؟ صديقاتها يقول من كانت تدرس ويانا، هي متوسطة الجمال وبيتها بيت فقراء، بس هي عندها طموح وخيالية، تقول أنا يتزوجني أجمل فتى في شيكاغو ويقعدني
بأجمل قصر في الساحة الفلانية، يومية العصر أنا أجي أخلي الكرسي مالتي كذا وعاين رايح وجه، وألد له ولدين جميلين كالقمر. من يقول راحت الأيام، إجت الأيام، حتى فرد عبد أسود ما أجي له، واحد فقيرا ما أجي له. فهذه قال حسبت حساب وحسابي طلع مقلوب، ماكو حسبت حساب وحسابي طلع مقلوب. الشاعر يقول هذه حسابات أكثر من اللازم، أكثر من اللازم. يا أخي أنا شايف بعض ناس، بعض ناس عند بنت متوسطة، هو دراستها بسيطة، ما هقت كمال وجمال وما أدري شنو هالخبصة، هو رجل فقير وقاعد إيجار. يجي واحد من أقربائها طيب كذا يريدها، واحد يحب الثاني، لا انتظر لما ابن الوزير يجي الكويت ياخذها، وابن الوزير ما عنده شغل يجي لابنتك انت قحاط. هذول يحسبون حساباتهم يا اخي، بناءك اللي عنده فلوس هالشكل مهدده اسمه قربه الى الله يشتغل، يقول لك انا اروح لهذا البيت على من يدوخوني وابتلي بيهم باكر، هذا فقير ما عنده حوش وهذا ما اروح ايش شو اللي بهاللغوه هاي، اروح لفد واحد ما شاء الله قوي هم اقتصاديا هم معنويا هم اجتماعيا، شو اسوي بهذه قحط بنات؟ فهيج تبقى البنت قاعده، هو جنابه يفكر اصبر. قال يقول يابا يو يجيني واحد، يو يجيها واحد على زوجه، يو يجي واحد نص ادمي مثلا عنده نقص، يو انت ليش؟ إنسان رحم الله من عرف قدره، يعرف إنسان قدره حجمه شنو، ثم على بركة الله خليه يتزوجون. الله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك لهم كثير. أنت شوف، أنت ادرس حياة آبائكم وأجدادكم، إحنا هنا اللي قاعدين هنا هواية حياتنا أفضل من عندهم، كثير منهم عايشوا، كثير من عندهم تزوجوا ما عنده غرفة، وبعدين شوية شوية الله وسع عليهم، الله بارك في سعوانهم. إن يكونوا فقراء هذا ضمان إلهي، هذا قرنتي، الله قاعد ينطي قرنتي ضمان، قاعد إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. لا تقول السماء عنده، شاب يجي مكمل دراسته ما عنده شيء، لكنه شريف طيب مؤمن، إسه من عائلة كسبة من عائلة ضعفاء، لكن هو شاب طيب مؤمن، مؤمنين قضية مو بالفلوس ولا المنزل الاجتماعي، لا ما يزوج، وهذا ما يتزوج يظل عانس، هذه هم يظل عزبة وعانس، ويختلط الحابل بالنابل. تعال يقول ليش الفساد يكثر ويا هالزمان هذا، هل انترنت وهل فضائيات وهل ما أدري الفحشاء المنكر، هل وسائل الإفساد في المجتمع، وسائل الفساد في المجتمع. على كل حال إحنا هم كون نفكر في شؤوننا في أمورنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر على الجميع وأن يوفق الجميع للعمل بما يرضي الله تعالى دائما. وما يكفي، وعلى الشباب بالحياء والعفة، وعلى النساء بالحياء والعفة، هو كافي عففها بواسطة الزواج، والولد هم عففة بواسطة الزواج، هذا أفضل طريقة وأسلم طريقة، السال باقي على الله. على كل حال السجرة ذكر الزواج في موضوع القاسم، أكو حجاية عن الزواج، هل هذا صحيح مو صحيح؟ في الكتب القديمة ماكو، في المقاتل ماكو، في كتاب المنتخب للشيخ الطريحي رحمة الله عليه الفخري يسموه موجود فتشي بالنسبة إلى عقد للقاسم، وظاهر ما أخذها من مدينة المعاجد للسيد البحراني رحمة الله عليه، ولعله السيد البحراني ما أخذها من كتاب روضة الشهداء، أكفت كتاب باسم روضة الشهداء بالفارسي لملا علي الكاشفي 910 هجرية متوفي، هذا في المسيرة القراءة الحسينية
الناس كانت تقرأ على تقرأ قصيدة، تقرأ مصيبة على كتاب، على شيء هاي. ما كان هيك محاضرات على ظهر قلب ومجالس بهالصورة هذه، وأنا تعزية بسيط. إلى أن إجا هذا كتب كتاب باسم روضة الشهداء، كتابها مطبوع جديد أيضا، طابعين جديد. هذا كتاب روضة الشهداء كأنه فد نقلة جديدة وفد تطور بالمجلس الحسيني. شلون تطور بالمجلس الحسيني؟ يذكر آية مثلا عن نبي الله يعقوب، عن نبي الله مثلا أيوب، عن نبي الله إبراهيم إلى آخره، يشرح يفسر، ثم بلايا ومصائب الأنبياء ويوصل إلى مصيبة الحسين عليه السلام. هذا فد كتاب جديد طلع، ولذلك قاموا الخطباء يصعدون يلزمون هذا الكتاب، أو قراء التعزية السلام ولا خطباء يصعدون يقروه، فارسي مكتوب، يقوم يقروه. فالناس شو تقول إيران؟ طبعا الضاد روضة صعبة، الضاد بس هذول المصريين صعبة عليهم، فكيف الإيرانيين؟ فصعبة، يقول روزة، فروزة خون، روزة خون يعني قارئ كتاب روضة الشهداء، كتاب الروضة. وبعدين صارت ما أدري هنا أنا مستعمل يعني متعارف ولا بالأماكن أخرى يقولون روزخون، فلان روزخون يعني يقرأ تعزي. هو في الأصل شنو الاصطلاح هذا؟ يعني يقرأ كتاب روضة الشهداء، روزخون جتنا من هنا الكلمة، قارئ حسيني يقال له روزخون. فقصدي أنه كانوا يقرونها. أول من ذكر قضية القاسم بهالصورة هذه المطولة اللي قسم كبير من عدها غير صحيح، على كل حال هذا هنا يذكر. بس هي القضية لعلها القضية قضية خيالية وأمنية نفسية. انت تشوفون لا سمح الله شاب يموت، أولا كل واحد عنده شاب أمه أبوه ودهم يزوجوه، يقولون طلع من نفسه، ماكو طلع من نفسه، يعني حتى يقول محروم لا يظل يشتهي فد شيء وما يوصل لي، يشتهي الزواج شيء طبيعي. فإذا لا سمح الله انحرم توفي فمتأذين عليه، ولذلك تشوف بعضهم يشيلون شموع وريد مثلا صواني يودوها لوين؟ إلى القبر. هاي كلها ليش؟ يوم مثلا يسووا له مثل ما يقولون غرفة خاصة أو حجلة أو شو يسموها هذه، يعني هذه مالت هذا الإنسان المحروم، هذا الشاب المحروم، وإلا إذا رجال كبير ومتزوج ما يسوي له شيء. فهذه كلها أمنيات النفس. طبعا أهل البيت عليهم السلام كانوا يتمنون أن القاسم الأمور مرتبة والأمور طبيعية، خصوصا الأم رملة رضوان الله عليها، وخصوصا الحسين اللي مربي هذا يتيم، يتيم مربي على إيده من بعد الإمام الحسن، فيتمنى أن فد يوم يشوف عريس، يشوف شاب، يشوف الزفة مالته، وعلى كل حال يعقد له. فلعلها هذه أمنية طلعوها حققوها بالخارج. مهما كان من أمر، فالقاسم سلام الله عليه كان شابا جميلا يشبه الإمام الحسن عليه السلام، يعني الإمام الحسن يضرب المثل بجماله، كان مهيبا جميلا عليه سيماء الملوك، سيماء الأنبياء وبهاء الملوك. أولاد الإمام الحسن عليه السلام كثرة متعددين، لكن الوحيد اللي كان يشابه الإمام الحسن القاسم. وانت تشوف إذا واحد مفقود عندك لا سمح الله عنده أولاد متعددين، اللي يشبه المفقود محبوب يكون أكثر، يقول هذا مثله، كأنه هذا مو ميت صاحبنا، كأنه هذا مثله، يحبوه أكثر، خصوصا لما يكون جميل ويكون وديع ويكون طيب ويكون حسن الأخلاق. ولهذا شوف معاملة الحسين مع القاسم تختلف عن معاملته مع أخو القاسم. عبد الله الأكبر يكنى بأبي بكر أكبر من القاسم، أخوه شقيقة، أمهم اثنيناتهم رملة وأبوهم الإمام الحسن، 16 سنة عمره، بعد علي الأكبر خرج وقاتل وقتل. طبيعي إجل الحسين عليه السلام استأذن منه، أذن له الحسين، راح قاتل وقتل وجاب إلى المخيم وانتهت القضية. أما القاسم لا، موقف الحسين منه يختلف. السهل لعله من جهة أخرى أيضا لأنه هذا الوحيد ظل الأمة،
والأم هي أرملة فقدت الإمام الحسن، عندها كم سنة، إلها كم سنة فاقدة الإمام الحسن، وقاعدة على ولاد هذولا، ربتهم ذولا بدموع عيونها، والآن شعرت قلب هذولا، شعرت قلب هذولا، راح الأول 16 سنة عمره، فظل أملها في هذا، يظل أملها في القاسم 13 سنة عمره تقريبا. فلعله هم هذا الجانب هم مؤثر. على كل حال، كلما تقدم القاسم إلى عمه الحسين يستأذنه أن يأذن له ما يأذن، يقول له أنت الوديعة من أخي الحسن، أنت الوديعة من أخي الحسن، كيف أبعثك إلى هؤلاء القوم وسيوفهم بأيديهم ورماحهم بأيديهم، راح يقطعوك وصل وصل قلبي ما ينطيني أنا. بعدين ابقى سلوى لأمك، ابقى سلوى لأمك. هو بنفسه ما يلتفت إلى ذن الأشياء، هو يريد يجاهد في سبيل الله، لأن ليلة العاشر من المحرم لما أخبر الحسين عليه السلام أصحابه وأهل بيته بأنهم يقتلون غدا كلهم ما عدا الإمام زين العابدين، حتى القاسم يقتل، التفت له للقاسم، خاف بنفسه شيء، التفت له قال له بني قاسم كيف تجد الشهادة والموت والقتل؟ قال يا عم والله أحلى من الشهد والعسل. يعني هالشكل إنسان عاشق للشهادة بين يدي الحسين عليه السلام، ويشوف الشباب الهاشمي يطلعون يحاربون، ويشوف غيرهم حتى الأنصار، عمرو بن جنادة 11 سنة عمره يطلع يقاتل وهو قاعد، ما له معنى. على كل حال، فصار في أزمة شديدة، بس الحسين لم يأذن له، راح متأذي، قولتهم راح زعلان متأذي، قعد وراء الخيمة يبكي، واضع رأسه بين ركبتيه يبكي. هناك تذكر شيء، تذكر أنه أكو وصية قايلي له، قايلت له أمه أنه ترى أكو وصية للإمام الحسن، هاي شدها ها في عضدك، إذا صرت في شدة افتحها الحل إلك، بيها الوصية هاي أكو بيها حل إلك، هاي عوذة، هي باسم عوذة، لكنه ترى حل مشكلتك، أي مشكلة اللي يصير عندك صعبة جدا. فيقول فتحها وإذا بخط الإمام الحسن. بني قاسم، عجيب، بني قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا يطلب الناصر فلا تقصر عن نصرته. فرح القاسم، هاي وصية الإمام الحسن، أقبل مسرعا إلى عمه الحسين فقدم الوصية إليه. لما وقع بصر الإمام الحسين على خط الإمام الحسن بكى، تذكر الله، الإمام الحسن من ذاك اليوم يوصي به خيرا، يوصي ابنه أن يدير باله على عمه وينصره. شلون محبة عنده بالنسبة إلى الحسين، شلون محبة بين هذين الشقيقين الأخوين. فلما سمع ذلك، بعد ما عنده عذر، التلتفت إليه قال بني تقدم إليه، تقدم إليه، عانقه الحسين والقاسم عانق عمه. يقول الرواة بكيا جميعا ساعة حتى وقع على الأرض مغمى عليهما، ثم خرج إلى الميدان شاهرا سيفه يقاتل أعداء الله وأعداء رسوله، وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون. أخذ يضرب القوم بسيفه، يقول الخوارزمي في مقتله حتى قتل على صغر سنه 35 من أبطال القوم، ثم إنه انقطع شسع عليه فانحنى عليه حتى يشد. يقول حميد بن مسلم نظرت إلى عمر بن سعد أو عمر بن سعد الأزدي شاهرا سيفه، أقبل يريد أن يضرب القاسم على رأسه، قلت ويحك، يكفيك هؤلاء القوم الذين احتوشوه من كل جانب، قلبك ينطيك الضرب هذا بجماله بكماله؟ والله لو مد إلي يده ليضربني ما مددت يدي إليه، ما يطيني قلبي أن أقتل هذا الشاب الجميل المهذب. قال لا والله إلا أن أقتل. يقول وأقبل مسرعا والقاسم مشغول يشد شسعا عليه، آجركم الله، آجرك الله أبا عبد الله،
فضربه على رأسه فوقع يخور بدمه رافعا صوته عما أدركني. فأقبل الحسين مسرعا حمل على قاتل مسلم فضربه على يده فقطعها. فتقدم الجيش حتى ينقذ اللعين فسحقوه سحقته الخيل بحوافرها. يقول حميد بن مسلم: انجلت الغبرة وإذا بالحسين واقف على رأس الغلام وهو يفحص برجليه، والحسين يبكي ويقول: بني قاسم، يعز على عمك الحسين أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك. بكى ونادى: يا جاسم إيش بيدي، إيش بيدي، يا ريت السياف قبلك حز وريدي، هانلكم تخلوني وحيدي على خيمي يا عم الخيال تفتر. قلش عاجلك على الموت يا مجنة قبل ما تكبر وبالعرس تتهنى. يا عم الحسن عودك شعتذر منك وانت رواحته وسبا احدى اللالك. يا شمام تلبيها القلب يرتاح، يا ماي العذاب، يا ماي العذاب اللي تبدى وراح، هلاه لصبقتك، هلاه لزفتك صارت لطم وصياح، وعياب شمع عرسك حزن ومياتم بدالك. يقول الرواة: حمله الحسين على صدره، صدر القاسم على صدر الحسين، لكن جاء به يخطه في الأرض، رجلاه يخطان في الأرض. ليش؟ هل القاسم أطول من الحسين؟ لا. هل القاسم ثقيل بحيث الحسين الشجاع البطل ما يقدر يشيله ينهض به؟ ها؟ لا. لكن شنو السبب؟ يظهر أن الحسين لشدة المصيبة ما يقدر يعدل قامته، قام سحل سحل يجره يجره جرا إلى المخيم. أقبل به وضعه عند ولدي علي، فأقبلنا النساء تقدمهن رملة تنادي: وولدا وقاسما، آه يا جاسم رأيت هالطبرات بي، يا جاسم قوم رأيت الموت لي، صدق رايح يا جاسم هاي، وتخليني أون اللي وسهاير. الله، شلون كلمات مفجعة. مبارك بين 70,000 جابوك، شنو من زفة هذه؟ مبارك بين 70,000 جابوك، ابدال الشمع بالنشاب زفوك، عن الحنة بدم الراس حنوك، عن الحنة بدم الراس حنوك، على راسك ملبسنا بالينثور، سقم عرسك القلب امك نشبها يا نشبها، العدا زفتك وملبسك نشبها، يا وجهك بالبدر كنا نشبها، يا وسافة ويا التمام خسف ضي. وأمه مذ رأته رملة صرخت: يا مهجتي وسواد العين من بصري، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله، بمحمد وآله الطاهرين، انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، اكتبنا من عبادك الصالحين، من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حوائجه، من كان فينا مريض أو عنده مريض اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه، تقبل هذا العمل من السادة المؤسسين والمقيمين،
ارحم اللهم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. الله 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 يا الله. الله 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 الله.